صباح الخير مشاهدينا. في سبيل دعم العملية التعليمية وخلق جيل واعي صانع للمستقبل يسعى للإبداع والتميز، استخدمت مدرسة الشفاء بنت عوف الثانوية الشاملة للبنات أساليب حديثة ومتطورة في التعليم المدرسي. خليكم معنا مشاهدينا، خلينا نتعرف عليها أكثر في هذا التقرير. صباحكم سعيد. مدرسة الشفاء بنت عوف الثانوية هي مدرسة منتير سكول على مستوى العالم، يعني تستخدم التعليم المتمازج ما بين تكنولوجيا التعليم واستراتيجيات التدريس العادية، نقدر نقول التقليدية، تدمجهم مع بعض حتى تطلع باستراتيجية يعني تنمي فكرة الطالب، تعلمه القيادة. عندنا عدة مشاريع، هي جو انجلش، تي 21، الماثويز، الروزيتا ستون، طبعا اليوثوك، وبركز على اليوثوك اللي هو عبارة عن الشبك مع مدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، يقوي شخصية الطالبة، يقوي لغتها الإنجليزية، يبين حضارة الأردن وحضارة الوطن والانتماء للوطن والنهوض الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية. استفدت كثير من خلال تقوية مهاراتي في التعامل مع الناس، وكمان تقوية اللغة الإنجليزية عندي، وكمان أثرت كثير بشخصيتي إنه كيف أقدر أتعامل مع الحياة بعدين، وكيف أقدر أتواصل مع الناس اللي بيختلفوا عن لغتي وعن ديني، وكيف أقدر أوضح أعبر عن ذاتي وعن الإشي اللي بيعنيني للناس ويشوفوا بصورة أحسن. تحكي لي شو البرامج اللي بتشتغلي عليهم؟ اشتغلنا مشاريع كتير مع المدرسة، منها مشروع اليوثوك كان عبارة عن محادثات شبابية بيننا وبين مدارس بأمريكا، بنيوجيرسي ونيويورك وعدة ولايات. مشروع الكأس الذكية لذوي الإعاقة البصرية هو عبارة عن كأس بقيس كمية المي الموجودة فيه أو السائل، بقيس درجة حرارتها وبنبئ الكفيف وين مكان وجوده، بما أنه هو ما بيشوف وين مكان وجود هذا الكأس. أول مشاركة شاركنا فيها بالمشروع هو على مستوى الأردن مع جمعية إدارة المشاريع، فزنا على بدرع ابتكار وإبداع في الكأس. ثاني مشاركة شاركناها هي على مستوى دولي، على مستوى الوطن العربي بمسابقة انتل للعلوم في قطر كانت موجودة، فزت مثلت الأردن فيها، فزنا بجائزة خاصة، وكنت أنا طالبة أول طالبة حكومية من مدرسة حكومية بهيك حي عم بتشارك في مثل هاي المسابقة. وثالث مسابقة شاركنا فيها هي مسابقة طلاب المبدعين والموهوبين على مستوى كمان الوطن العربي. معروف انه عندنا مدرسة الشفاء هي مونيتور سكول، فقررنا انه نعمل شيء مميز لمدرستنا يعرض جميع انجازات المدرسة للعالم، المجتمع المحلي والمجتمع الخارجي، كون انه لنا علاقات مع الداخل ومع الخارج. فعملنا الموقع الالكتروني كان الهدف من انه نعرض انجازاتنا وانجازات طالبات المدرسة للمجتمع الاردني والمحلي والخارجي العالم الغربي.